المسلحة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة واضحة في منظومة الاستعداد والكفاءة القتالية، واستخدمت أحدث تكنولوجيا التسليح بالإضافة إلى اتباع أحدث أساليب التدريب للفرد المقاتل وصولا إلى درجة الاحتراف، فنالت ثقة وتقدير دول العالم. سيدتي وسادتي، في هذه الحلقة من طلائع النصر نتابع تفقد السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، القوات المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام في إقليم دارفور بالسودان. كانت لحرب أكتوبر المجيدة آثار عديدة ونتائج كثيرة، وكانت السبب في تطوير الاستراتيجيات العسكرية وتغيير النظريات السائدة، وكانت للقوات المسلحة المصرية مدرستها الخاصة وعقيدتها القتالية التي تجمع بين فكر الشرق والغرب. لذلك فقد سعت الدول الكبرى والصديقة لكي تستفيد من خبرات قواتنا المسلحة، كما حرصت مصر على الاطلاع على تكنولوجيا التسليح المتقدمة وطرق وأساليب التدريب الحديث من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والاشتراك في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة، والتي تعد ضرورة لمواكبة التطور العالمي وتنمية علاقات التعاون العسكري والمساهمة في تدعيم أواصر الصداقة والعلاقات الوطيدة مع الدول المختلفة. وكان للقوات المسلحة المصرية دورها الرائد في حفظ الأمان والاستقرار لمصر والعالم، حيث كانت مصر من المؤسسين الأوائل للأمم المتحدة عام 1945، وشارك أبناؤها في العديد من عمليات حفظ السلام، وأسهمت مصر بمراقبيها في العديد من عمليات حفظ السلام منذ ذلك الحين في سجل مشرف يبعث على الفخر والاعتزاز، واكتسبت مكانة رفيعة وسمعة طيبة بين دول العالم أجمع. كما تقوم القوات المسلحة المصرية بدور كبير في دعم أمن واستقرار المنطقة من خلال جهودها في مجال الإغاثة والكوارث، حيث تقوم بإمداد جسور جوية مع المناطق والدول المنكوبة، كما تقوم بإنشاء المستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الصحية والإنسانية، وهو ما عكسه أداء رجال قوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان، وأدت مهمتها بكفاءة واقتدار كان محط إعجاب جميع دول العالم. وانطلاقا من استمرار جهود مصر في دعم جهود السلام وتحقيق السلام في القارة الأفريقية، قام الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتفقد وتوديع القوات المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام بإقليم دارفور بالسودان، والتي تأتي في إطار جهود مصر للحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتقديم المساعدات الإنسانية ومعاونة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات تحت مظلة الأمم المتحدة، وخاصة السودان الشقيق، لما تربطه مع مصر من أواصر الأخوة والعلاقات الوطيدة. تمام يا فندم، عقيدة أركان حرب مصطفى علم الدين قائد قوات حفظ السلام المصرية بإقليم دارفور، أستاذن في تقديم القوات. القوة 1525 ضباط، 128 درجات أخرى، 1397
القوات مستكملة من الأسلحة والمعدات والمركبات بنسبة 100%. توجيه القوات على يمين المنصة وعلى امتداد البيار الحمراء كتيبة المشاه الميكانيكي تصطف في ثلاث مجموعات على يسار المنصة مباشرة، وعلى امتداد البيار الصفراء سرية المهندسين العسكريين في المنتصف، وعلى امتداد البيار البرتقالي سرية النقل في اقصى اليسار، وعلى امتداد البيار البيضاء سرية الإشارة. القوات جاهزة لتنفيذ المهام يا فندم. وقد حضر مراسم تفقد القوات المصرية المشاركة في حفظ السلام بدارفور الأخ معمر القذافي قائد الثورة الليبية. وكان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث رافق سيادته أثناء المرور على قوات حفظ السلام المتجهة إلى السودان لمباشرة أعمالها في مختلف التخصصات مساهمة من مصر في استقرار السلام بالسودان الشقيق. وتضمنت هذه القوات عناصر من المشاة الميكانيكي التي تكلف بمهام للفصل بين القوات المتنازعة وتأمين قوافل الإغاثة وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية، وكذا عناصر من المهندسين العسكريين والتي تكلف بمهام إنشاء وصيانة الطرق والمطارات وتأسيس منشآت البنية التحتية وإعادة إعمار الأبنية، كذلك عناصر من النقل التي تساعد في نقل اللاجئين إلى المعسكرات، والإشارة التي تكلف بمهام إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات. واستمع الرئيس مبارك إلى تقرير رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء أركان حرب مصطفى السيد، تناول فيه مراحل إعداد وتجهيز قوات حفظ السلام المصرية بعد التنسيق مع الأمم المتحدة وإعدادها إداريا وفنيا وتدريبيا، وتفقد الخبراء العسكريين للأمم المتحدة للقوات المصرية المشاركة وإشادتهم بالمستوى المتميز لهم. إجراءات نقل القوات والمعدات خلال المرحلة القادمة. ثم قام قائد قوات حفظ السلام بتجميع الأفراد المشاركين في المهمة، حيث قام السيد الرئيس بمصافحتهم وحثهم على بذل كافة الجهود للمحافظة على حفظ السلام بالسودان الشقيق، وتمنى سيادته لهم النجاح الكامل في كافة المهام الموكلة إليهم. وقد ألقى الرئيس محمد حسني مبارك كلمة في هذه المناسبة: إنني على ثقة كاملة من أنكم ستحملون شرف العسكرية المصرية في قلوبكم حين تتوجهون لمواقع انتشاركم في دارفور. سوف تتحملون مسؤوليتكم مع 11 دولة إفريقية مشاركة في هذه العملية الهامة، ومع مشاركين آخرين من خارج إفريقيا، وإنني على يقين بأن أداؤكم وانضباطكم سيأتي على أكمل وجه. يستوي في ذلك أبناؤنا في كتيبة المشاة الميكانيكي والسرايا الثلاثة للنقل والمهندسين والإشارة. تحية لكم جميعا، تحية لقواتنا المسلحة الباسرة، درع الوطن وسيفه ورمز عزته ومنعته. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة قادمة من برنامج طلائع النصر.